انا بدعم انتل لاب وبدعم الايفورت بتاعهم ان هم بيفكروا ازاي ان التكنولوجي تحسن البرفورمانس اوف اورجانيزيشن. ده بيرفلكت مباشره على قطاع الصحه وعلى التنفيذيين بتوع قطاع الصحه، وبيجاوب لهم سؤال دايما متعلق بالمانجمنت والاوبتمايزيشن بتاع البروسيس بتاعتهم، وازاي ان هم يميكوا افيشنت وافكتيف سيرفيس للمرضى. فانا بدعو الناس العاملين في قطاع الصحه المصري سواء في الحكومه او في مقدمي القطاع الخاص ان هم ييجوا ويحضروا ويعملوا سيشن بالتعاون مع انتل او بانذر اورجانيزيشن، ازاي ان التكنولوجي ديت يقعدوا يفكروا فيها عشان يطلعوا منها البيست براكتس اللي يقدروا فعلا يمبلمنتوها في قطاع الصحه المصري، وهنا نقدر نقدم خدمه للمواطن المصري، خدمه فعاله تنعكس على صحته وجودة حياته.